نوصل دغري يلا يلا مكياج شعر فوت بعدين على الاستوديو نبلش بنحضر ميكرو اير بيس كله لحتى نكون موجودين على على الهواء هيدا هيك ببلش النهار وبعدين بنسحب على الهواء بصير خلص عالم تاني أربعة ثلاثة اثنين واحد أنا هوا هلا المذيعة حياة تانية لأنه واحدة بتكون على على الهوا عم بتعيش حياة شخص عم بيحضرها عن جد كل شخص عم بيكون عايش ببيته عم بيحس معنا بدها تكون لهجتنا بيضة بدها يكون تفكيرنا واضح لإلهم بدها تكون فعلا كل طريقة التواصل معهم كتير كتير واضحة وبتهم الكل في احترام الزكاة تبعهم في اشياء كتير بده يقدمها في امور كتير عم بتصير في حوالينا ما فينا نغيب عنها شو هيدا هو الاساس الاعلام مجال كتير كبير ومجال واسع سو لهالسبب بنضلنا عم نتابع كل شيء يعني بنضل اب تو ديت كله صار يحضر اشياء كتير على اليوتيوب بيحضر اليوتيوبرز صار في اختلاف كتير بطريقه التواصل معهم سو هيدا الشيء كمان بخلي تقل بعد اكثر على الشخص اللي عم يطلع على التلفزيون انه بده هو كمان يكون عم بواكب هالتطور اللي عم بيصير حتى يضل حاسس حاله قادر يلقط كل الجمهور من الصغير للكبير كل شيء بدنا نقوله بالنسبة لاستقبال ضيوفنا للأشياء اللي بنقولها على الهواء الافتتاحية تبعيتنا كل هدول الأمور إلها علاقة فينا وبس لأنه هيدا الحس الشخصي بده يحسه فيه الناس إذا ما حسوا هيدا الشيء وحسوا أنه واحد عم بيلقمهم إياه أو واحد كتب له إياه على الأوتوكيو حسوا أنه في شيء مش موجود فعلا عند هالأشخاص أكيد في فريق عمل كبير عم يشتغلوا معنا المصور، مهندس الصوت، المخرج اللي عم يشتغل إنتاج اللي عم بيحضروا الإضاءة اللي عم بيحضروا كل الأمور التقنية بالستوديو بلاهن ما فينا نطلع على الهواء أول شيء بده يكون بيحبك هيدي الشغلة كتير أساسية لحتى يبرع فيها وتاني شيء بده يفكر أنه في مسؤولية كتير كبيرة عليه لهالسبب بده يأسس مظبوط يعني عن جد بده يكون يفوت على كل الديبارتمنتس بالشغل يفوت عم بيشوف كل شيء عم بيصير كل التحضيرات اللي بتصير المهم يضل في فكرة أنه عم بيتعلم أشياء جديدة عم بيطور حاله الشغلة الثانية أكيد هي إنه بيكون واحد كل وقت حاضر وجاهز لحتى يفرجي هالابتسامة هالضحكة هذا الشيء بده يعمله بس اللي بيفرق إنه نحنا إذا عنا مشاكل أو إذا عنا شيء مضايقنا هذا الشيء منحطه على جنب لأنه هذا الشيء لقلنا وحتى لو كنت عم ببكي قبل ما أطلع على الهواء مسح دموعي وبطلع على الهواء بقى بده واحد يكون عم يعطيه كل البوزيتيف فايبس لحتى يحسسه إنه الدنيا بألف خير وهذا أحلى كلمة كمان بيقولوا لي إياها إنه بس تطلعي منحس إنه الدنيا بألف خير